عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما شهدته من جرائم، عرف العالم تجربة إقامة محاكم جنائية مؤقتة للاقتصاص من المجرمين الذين قاموا بمختلف الانتهاكات التي عرفتها المعارك في فترة الحرب. لذلك تم إنشاء محكمتين عسكريتين مؤقتتين، هما محكمة نورنبرغ ومحكمة طوكيو لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ليستمر العمل بهذه الطريقة وإقامة محاكم مؤقتة لمعالجة الانتهاكات التي قد تقع على الساحة الدولية. فقد تم فيما بعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 بقرار من مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة. وعلى إثر التجارب السابقة جاء مشروع نظام روما الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية لعام 1989 تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين ممن تثبت التحقيقات إدانتهم بارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المحدد بواسطة نظامها الأساسي في 4 جرائم، هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ عام 2002، وقد بلغ عدد الدول المصدقة عليه 60 دولة. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. للمزيد من الأضواء على هذا الموضوع نرحب في هذه الحلقة بالدكتور مختار غباشي، أستاذ القانون ونائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بيك وأهلا بمشاهديك، سعيد بوجود معك النهاردة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. إذا تحدثنا عن المحكمة الجنائية الدولية ودورها أو أدوارها في مواجهة إرهاب مناطق النزاعات ومناطق الحروب والتوتر، أولا ما هي الأسانيد والمواد التي تستند إليها هذه المحكمة؟ صحيح، يعني سؤال مهم جدا وطرح عن المحكمة الجنائية الدولية أو اختصاصها. وخلينا أقول لك أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت الحديث بشأنها ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة، خصوصا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شكلت محكمتين جنائيتين خاصتين بمحاكمة مجرم الحرب في ذلك التوقيت اللي هم المنهزمين في اللي بيسموها محكمة نورنبرغ، احدى هاتين المحكمتين لمحاكمة مجرم الحرب اللي ارتكبوا جرائم اثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد المحكمتين دول بدأت يكون هناك حديث وقدم تقرير، لكن في فترة الخمسينات نتيجة الحرب الباردة اللي كانت موجودة أجهد هذا الأمر، إلى أن تقدمت دولتين صغيرتين بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة تجارة المخدرات. بعدها مباشرة أنشأت محكمة خاصة بيوغوسلافيا، ثم بعد ذلك محكمة كانت 93، ثم 96 محكمة خاصة برواندا، وبعديها مباشرة 98 بدأت الحديث بقى عن المحكمة الجنائية الدولية، وحصل فيه تصويت في الأمم المتحدة، وافقت حوالي 130 دولة أو 131 دولة على المحكمة. محكمة جنائية دولية قيل الحديث بشأنها بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد تشكيل محكمتين جنائيتين خاصتين، وبعد محكمتين جم بعد كده اللي هي محكمة خاصة بمجرمي يوغوسلافيا أو رواندا، فقالوا نعمل محكمة ذات اختصاص عام تحاكم الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم تهجير قسري أو جرائم تاخد الاختصاص الكبير أو العام على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي. فتم التصويت على المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تم إقرارها سنة 2002 بتصديق 66 دولة على هذه المحكمة اللي كانت في حاجة إلى تصديق 60 دولة، وأنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
الكثير من العالم الثالث والكثير من الشعوب التي ظلمت أو كهرت أو تقهر من قبل محتل أو من قبل حاكم ظالم أو غيره بدأت تنظر إلى هذه المحكمة باعتبارها ملاذ آمن تستطيع أن تصل إليها أو طوق النجاة لتبدأ تحاكم مجرمي الحرب أو من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أو غيره. الأمل الأكبر عقد بالنسبة للطرف الفلسطيني الحقيقة للأمانة، لأنه وأنا بعمل بحث عن هذا الموضوع أفرط باب كامل عن جرائم إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار أن هذه الدولة أنشئت بالجريمة، جرائم الإبادة اللي احنا شفناها لأكثر من 600 قرية فلسطينية بعد 47 و48 والمجازر التي ارتكبت في هذا الشأن، وإسرائيل تمارس هذه المجازر وهذه الأمور حتى مجزرة جنين اللي احنا كلنا عاصرناها على الهواء، وهي مجزرة بالأسانيد وبالأدلة وبالقرائن تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة أيضا بالإضافة لكلام حضرتك في هذا السياق تنظر حاليا مسألة اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة. صحيح، بشكوى قدمت إليها لكن لم يتم تحريك الدعاء. خلي بالك المحكمة الجنائية الدولية مرت بثلاثة ادعاء عام. الادعاء العام الأولاني اللي هو مورينيو الأرجنتيني، ثم من بعد ذلك بن سودا اللي هي المحامية الجنبية، ثم حاليا كريم خان اللي هو البريطاني. بن سودا هي فتحت تحقيق خاص بجرائم إسرائيلية التي ارتكبت في حرب 2014 وعملت تحقيق مبدئي سنة 2015 وقدمها تقرير يفند هذا الموضوع. لهذا أسأل حضرتك يعني من الناحية الإجرائية، يعني منذ أيام كانت هناك أحداث جنين. صحيح. في مثل هذه الأحداث ما هي الوقائع التي يمكن أن تدرسها المحكمة وتبحث من خلالها عن جرائم حرب حدثت في مدينة مثل مدينة جنين بعد حدوث هذه العمليات العسكرية وهذا العدوان؟ هل يمكن للمحكمة أن تصل إلى أدلة معينة تدين بها الجناه ومن ثم تستطيع أن تلاحقهم أم أن الأمر انتهى؟ لا تستطيع بده، تستطيع بده بناء على شكوى تقدم أمامها. وخليني أقول لك لما أنت بتتكلم عن محكمة جنائية دولية أنت بتتكلم عن محكمة ذات اختصاص عام موكول إليها مطاردة مجرم الحرب أو من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أو من ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وفقا للتوصيف اللي موجود. لكن بعد نهاية الحدث كيف هي ستلاحقه وتدرسه وتعثر على أدلة؟ بناء على شكوى من الطرف المتضرر أمامها، الطرف المتضرر من هذا الموضوع، يعني أنا أتصور أنه بعد أحداث جنين تقدمت السلطة الفلسطينية بدليل آخر ضمن الأدلة التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية توثق كيف ارتكبت إسرائيل جريمة ترتقي إلى جريمة تهجير قسري أو جريمة إبادة، خصوصا أنك أنت بتتحدث عن مخيم جنين اللي كان بيقتنه 15,000 نسمة وتم تهجير في حدود 4,000 نسمة أو 4,000 فرد من مخيم جنين، وتم يعني دمار في حدود 80% من خلاف الضحايا من البنية التحتية وتدمير البنية التحتية 80% من البنية التحتية. دي دليل آخر. خلينا أقول لك قبلها مباشرة كان إحدى القرى الفلسطينية اللي هي قرية ترمس عيا اللي هاجمها الكثير جدا من المستوطنين الإسرائيليين وبدأوا عملية حرائق للكثير جدا من المدن والمزارع الفلسطينية. قبلها كمان بشوية كانت هناك حديث لأحد الوزراء المختصين في الحكومة الإسرائيلية وهو سام وتريتش وزير المالية في حكومة نتنياهو اللي نادى بإبادة قرية حوارة. فأنت عندك أدلة الحقيقة كثيرة لكن يتوقف الأمر حوالين توافر الإرادة للادعاء العام الموجود لدي المحكمة ببداية فتح تحقيق أو تحريك الدعوة ضد الجناه. هي دي الإشكالية الكبيرة. وعشان كده لما قدمت شكوى بعد حرب 2014 أو بعد بين المقاومة الفلسطينية وما بين إسرائيل وبن سودة جت فتح التحقيق وهجمت هجوما شرسا، المسألة يعني هديت ونامت حتى بعد ما جاء كريم خان. وتستغرب ان قدمت شكوى مثلا خاصة بالحرب داخل الساحة الأوكرانية فتقدم مذكرة توقيف خاصة بالرئيس الروسي بوتين، ورغم ذلك قدمت قبل ده شكاوي كثيرة جدا مرتكبة بالجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ورغم ذلك لم يصدر أي مذكرة توقيف خاصة بأي إنسان ارتكب هذه الجريمة. المحكمة الجنائية الدولية في مادتها الثامنة تفرق بين نوعين من الجرائم، يعني جرائم الحرب في مناطق النزاع أو في النزاعات المسلحة، الجرائم التي تحدث في حالة بلدين متحاربين وليكن مثلا روسيا وأوكرانيا،
وهناك مثال آخر للصراعات الداخلية المحلية ولتكن مثلا السودان. السودان عندنا دارفور كمثال، نعم، وعندنا عمر البشير وهو وجهت إليه خمس اتهامات. عمر البشير الرئيس السوداني، وكان يعني علامة أنه يعني أول رئيس في أثناء رئاسته يتوجه إليه اتهام بمثل هذا الأمر. وعندما سافر إلى جنوب أفريقيا أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا أمرا بمنعه من مغادرة البلاد لولا تدخل الحكومة الجنوب أفريقية، وحصلت بعض الضغوط ثم سافر عمر البشير إلى الخارج. لأنه أنت هنا خد المسألة بمعناها الفضفاض يا أستاذ أحمد، لأنه هنا القضية مش قضية حرب ما بين جهتين، القضية هي قضية شخص ارتكب من الجرائم ما يستطيع ان يحاكم بها، وتقاعست الدولة اللي ارتكبت بداخلها هذه الجرائم عن محاكمة هذا الشخص، او حكمته محاكمة سورية، او وجهت له اتهام بغرض هروبه من المحكمة الجنائية الدولية ووقعت عليه عقوبة لا ترتقي الى الافعال التي ارتكبها بحق موضوع الرئيس البشير ينطبق الان على الرئيس بوتين؟ لا، ما ينطبقش على الرئيس بوتين، بس لان الرئيس بوتين احنا عارفين ان تحريك الدعوه بالنسبه له هو تحريك سياسي في المقام الاول، لان اشكاليه المحكمه الجنائيه الدوليه او محكمه العدل الدوليه الذراع القضائيه للامم المتحده او لمجلس الامن هي مشكله التسييس. وعشان كده وجهت نقد للمحكمه الجنائيه الدوليه بان معظم الاشخاص او معظم الجرائم اللي فتحت فيها تحقيق هي جرائم خاصه بالساحه الافريقيه، دارفور، افريقيا الوسطى، اوغندا، وغيره من مثل هذه الامور، واصدرت مذكرات توقيف خاصه بزعماء او مسؤولين. لا، هو ما اساله او ما اقصده يعني مساله القرار بشن العمليه العسكريه الخاصه هكذا تسمى. العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا بدات في 24 فبراير العام الماضي. هل هذا القرار يمكن ان يكون يعني دليل على الرئيس الروسي انه قرر شن حرب على دولة مجاورة؟ من يستطيع ان يشرح هذا؟ هذه الحرب للعلم سقط فيها الاف من الضحايا. صحيح. وهنا انت عليك انك انت تدرس هذا الموضوع، سبب هذه الحرب، الجرائم التي ارتكبت بشأنها، عدد الضحايا، هل هناك شكل من اشكال جريمة الابادة الجماعية او جريمة. ما تقدرش انك انت تقول انه هذه الجريمة او هذه الحرب تستوجب معاقبة الرئيس الروسي بوتين في المقام الاول، لكن تقدر تقول انه هل الرئيس الروسي بوتين بقيامه بهذه الحرب ارتكب جرائم، هذه الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتبدأ تحويل الجريمة اليه ويبدأ يمثل كمتهم ويبدأ يصدر بشأنه مذكرة توقيف. انا متصور انه الاسباب التي سيقت الى الرئيس الروسي بوتين هناك اسباب اكثر منها قوة واكثر منها شراسة واكثر منها ادلة واكثر منها قرينة ارتكبت بحق كثير جدا من المسؤولين الاسرائيليين، ورغم ذلك لم يقدموا الى المحاكمة الجنائية، رغم ان هناك مذكرة وان هناك طلب قدم وفتحت فيه الدعاء العام لهذه المحكمة تحقيقا سنة 2015، ورغم ذلك لم يقدم اي شخص متهم. فانت تقدر تقول التوصيف السياسي بجانب الجريمة هو اللي بيلعب دور كبير جدا في مدى تحريك هؤلاء الاشخاص، لكن انت ما تقدرش تقول ان عندما تقام حرب ما بين دولتين باسباب قد تكون اسباب سياسية او اسباب حدودية او غيره تكون هي الاساس اللي على اساسه تذهب الى المحكمة. انه اتهم بمصرع اطفال اوكرانيين واحتجاز مدنيين، قدمت ادله من ده والدليل على كده ان هو صدر في حقه مذكره توقيف. يبقى اذا ارتكب من الجرائم التي نظرت او التي راى من خلالها الادعاء العام داخل هذه المحكمه انه تستوجب محاكمته، وبناء عليه صدر بشأنه مذكره هل التوقيف. هل هناك اجراءات معينه تتبعها المحكمه الجنائيه الدوليه لحمايه المدنيين في مناطق النزاع؟ لا طبعا، هي لا تمتلك شرطه، لا تمتلك جيش، لا تمتلك قوة مسلحة. وحتى لما أثير أمر خاص بالمحكمة الجنائية الدولية بآليات القبض على من صدر بشأنهم مذكرات توقيف ومدى إلزام الدول بهذا الأمر، أنت وقعت في مشكلة. فهي عشان كده الاتهامات التي وجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية وجهت إليها اتهامات على اعتبار أن هذه المحكمة خلقت لمحاكمة الشخصيات اللي موجودين كمسؤولين في دول ضعيفة او دول يعني ليست لها قوة وليست لها سطوة على النطاق الدولي. وعشان كده اعترضت عليها الولايات المتحدة الامريكية، واعترضت عليها الصين، واعترضت عليها كثير جدا من القوى العظمى. والولايات المتحدة الامريكية وقعت على المعاهدة لكن لم تصادق عليها.
وفي وقت من الاوقات سحبت نفسها، هددت بخروجها من خارج اطار هذه المعاهدة عشان الجنود الامريكان ما يقعوش تحت طائلة يعني عقابهم بموجب الاجراءات الخاصه بهذه المحكمه، خصوصا بعد الجرائم اللي تم اكتشافها في العراق تحديدا، او بعد الاحتلال الامريكي للعراق، لانه بعد الاحتلال الامريكي للعراق وما اذيع بشان الكثير جدا من الامور اللي ارتكبها الجنود الامريكان، قيل بان هناك اختصاص قد يكون بشأنه المحكمة الجنائية الدولية ذات اختصاص في محاكمة هؤلاء الجنود أو هؤلاء نعم. المتهمين. طيب تفاصيل دراسة حضرتك عن موضوع فلسطين، دور المحكمة والإجراءات التي تتبعها في المدن الفلسطينية وهكذا. لا انا لما عملت لما تطرقت الى المحكمه الجنائيه الدوليه يا احمد، تطرقت الى المحكمه الجنائيه الدوليه كجهه اختصاص قضائيه جنائيه تستطيع ان تلاحق الاشخاص اللي ارتكبوا جرائم ضد الانسانيه او جريمه اباده او تهجير قسرى او غيره، وده اصل الاختصاص الخاص بالمحكمه. وعشان كده انا اشرت معاك كيف بدات، خصوصا بعد المناداه بانشاء محكمه جنائيه دوليه لمحاكمه تجار المخدرات، او بعد المحكمتين اللي انشئوا بعد الحرب العالميه الثانيه، او بعد حتى التصديق على هذه المحكمه بروما، المخرجات روما بعد المحكمتين، محكمه يوغوسلافيا ومحكمه رواندا، فقالوا طب بدل ما نعمل في كل مشكله محكمه جنائيه خاصه، ما تخلونا نعمل محكمه جنائيه دوليه تختص بمثل كل هذه الجرائم. فاشرت افردت باب خاص، هذا الباب الخاص مرتبط بالجرائم الاسرائيليه التي ارتكبت في الارض الفلسطينيه المحتله، ومدى اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه بمحاكمه مجرم الحرب في هذا الموضوع. وبدات عمليه مقارنه بين ما آلت اليه هذه المحكمه من جرائم ومن شخصيات، وما بين جرائم اخرى ارتكبت وشخصيات موجوده على قيد الحياه، ورغم ذلك لم تحرك فيهم المحكمه الجنائيه الدوليه سمه دعاوي او مذكرات توقيف او غيره. ودي المعادله الصعبه اللي كثير جدا من الدول بدات تهاجم المحكمه الجنائيه الدوليه على اعتبار المعايير السياسيه اللي ادخلت ضمن الاطار العام لهذه المحكمه. والسؤال اللي بيطرح نفسه ان الادعاء العام الخاص بهذه المحكمه بدايه من مورينو الارجنتيني وصولا لبن سودا الجامبيه وصولا الى كريم خان البريطاني، هل هو ادعاء عام قضائي مستقل يستطيع ان يحرك الدعاوي متى آل اليه من الادله والقرائن ما يستطيع ان يحرك قضيه؟ هي هنا الاشكاليه. وانا متصور انه كثير من الادعاء العام او هم تحديدا بيوجه اليهم يعني شك من اشكال التسييس. والاشكاليه ايضا في التمييز بين تعبير جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه. لا، ما هو الجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه بيسموها جرائم العدوان، ما بتعمل محطوطه يعني. لها تصنيفات. لها تصنيفات ولها تعريفات ولها مشاكل كثيره جدا. وحتى مرتبطه بطبيعه الاشخاص، يعني اذا كان شخص ارتكب جريمه، هذه الجريمه تصل الى حد الاباده، معناها انك انت استخدمت سلاح استطعت ان تبيد مجموعه من الاشخاص بعدد قصر. لهذا كنت اسال حضرتك عن اوجه التشابه بين مناطق النزاع الراهنه في العالم، يعني في مساله الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب والانتهاكات وهكذا من تصنيفات، الى اي مدى ترى ان هناك يعني اوجه اختلاف او اوجه تشابه بين مناطق النزاع والحروب في دول العالم حاليا؟ يعني هناك عدة دول بها صراعات وأزمات. صحيح. السودان، فلسطين، روسيا، أوكرانيا. صحيح. مناطق عديدة. أنت لما بتاخد يعني لما شكلت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي رواندا، ليه؟ لأنك أنت كان ذراع تم ما بين قابلتين، هؤلاء القابلتين وصل الجريمة التي ارتكبت بشأن القابلتين توتسي والقبيلة الأخرى إلى حد شكل من أشكال الإبادة، كنت بتشوف أنهار من الدماء موجود. الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجريمة قالوا هذه جريمة وصلت إلى حد الإبادة، مش مسألة صراع بقى ولا مسألة حرب ولا مسألة، لا ده وصلت إلى جريمة إبادة تستحق هؤلاء الأشخاص المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. قيس على ده الكثير جدا من الجرائم أو الكثير جدا من الحروب التي تقع، وحاول إنك أنت تحط يعني
شكل من اشكال الشبه بما هذا الموضوع. انا وجهة نظري ان ما يرتكب على الارض الفلسطينية او بحق الفلسطينيين من جرائم ربما يكون اكبر بكثير من الجرائم اللي وجهت الى الرئيس الروسي بوتين وعلى اساسه صدر بشأنها مذكرة توقيف. ليه؟ لانه حتى الوضع الموجود داخل الساحة الاوكرانية هو صراع موجود ما بين الدولة الروسية وما بين اوكرانيا، وهو صراع اقرب الى صراع دولي من انه صراع ما بين دولتين في بالمناسبة في المقام الاول، في المقام الاول. لكن الوضع بالنسبة للقضية الفلسطينية ما تقدرش تقول له هذا التوصيف. انت تقدر تقول ان هناك اشخاص يقوموا بارتكاب جرائم اقرب هذه الجرائم بشأنها جريمة التهجير القسري او جريمة الابادة او جريمة 80% مثلا من البنية التحتية وغيره من قرية جنين، فتستحق المحاكمة، لان دي مش جريمة حرب، دي جريمة شخص بيرتكب من الافعال ما يستطيع ان يودي بحياة كثير جدا من الاشخاص او بعدد كبير جدا من الاشخاص، يستحق بشأنها توجيه الاتهام اليه او مذكرة توقيف او المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية. ودي بتبقى ايسر للمحكمة الجنائية الدولية من جريمة العدوان او جريمة الصراع ما بين دولتين او غيره. لكن انهاء الحرب او الصراع المسلح في منطقة معينة، هل معناه انتهاء دور المحكمة الجنائية الدولية؟ أم بعد انتهاء هذا النزاع يمكن أن تواصل هذه المحكمة أعمالها؟ شوف، لا، هي المحكمة الجنائية الدولية ملهاش علاقة، ملهاش جهة اختصاص بأنها توقف حرب أو تبدأ حرب أو لا، هو لا أتحدث عن إيقافها الحرب، لكن إذا توصل أطراف النزاع إلى اتفاق وتم انهاء الصراع، شوف، هل يمكن ان ينتهي عمل المحكمه؟ لا خالص. اذا 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 وصل هذا الصراع الى حد انه احد الاشخاص او احد المسؤولين ارتكب جريمه، هذه الجريمه رات المحكمه من خلالها انها تدخل في اختصاص كجريمه اباده جماعيه او جرائم ضد الانسان او غيره من مثل هذه الجرائم تحاكمه. طالما هذه الجريمه ارتكبت بعد 2002 وبعد انشاء هذه المحكمه بعد اعلان بالمناسبه تدخل في اختصاص ملهاش افق زمني تستطيع ان تسقط بشانها الدعوه بالتقاضي. والدليل على كده، وحتى قيل في اروقه هذه المحكمه او بالادعاء العام الخاص بها، حتى الجرائم التي ارتكبت قبل 2002 قد تكون هي تقدم كاستدلال او كدليل او كقرينه قدام المحكمه على عنصر العمد لدي هؤلاء الاشخاص بارتكاب مزيد من الجرائم المرتبطه باباده شعب او غيره من الجرائم ضد الانسانيه. ودي هي دي المساله من وجهه نظري، وعشان كده التركيز في البحث اللي انا اشرت معاك ليه يا احمد هو تركيز بحث مرتبط بالقضيه الفلسطينيه تحديدا، لان القضيه الفلسطينيه تحديدا هي الجريمه الواضحه اللي بترتكب بشكل شبه يومي وبمدن فلسطينيه متعدده، ما بين تهجير وما بين إبادة وما بين جرائم ضد الإنسانية بحق شعب يعني بيتمحي من الوجود، ما يكونش له أصل من أصول الوجود. فهنا توصيف هذه الجريمة بالنسبة لاختصاص المحكمة تقع لا محالة ولا شك فيها. هي منطقة ذات طبيعة خاصة؟ مش منطقة ذات طبيعة خاصة، تقدر تقول، انا بتكلم عن الارض الفلسطينية، تقدر تقول طبيعة خاصة، وتقدر تقول ان الجرائم بترتكب فيها بشكل شبه يومي، وتقدر تقول ان الاشخاص اللي اتهموا بهذه الجرائم ما بين احياء وما بين اموات الادلة والقرائن ثابتة في حقهم، وتستطيع انك تقدم اي شخص فيهم وتقدم الاسباب والحيثيات وغيره من مثل هذه الامور. هذا امر يختلف عن صراع ما بين دول، خلي بالك بس من النقطة دي. يعني الاصل في هذه المحاكمات انك انت لا تحاكم دولة اكتر من انك انت بتحاكم شخص. عشان كده الاشخاص اللي قدموا مثلا في جريمة يوغوسلافيا او حرب البوسنة او هرسك او البلقان تحديدا، تقدم اشخاص اصدروا اوامر لجنود بعمليات ابادة او عمليات تنكيل او عمليات موت، لكن انت ما بتحاكمش دولة. محاكمة الدولة او صراع مرتبط بدولة، لا، ده قصة اخرى تروح فيها محكمة العدل الدولية او تروح فيها مجلس الامن او تروح فيها. اسمح لي دكتور مختار، يعني عدد الاشخاص الذين حكموا امام المحكمة حتى الان 9 اشخاص، لا يتواكب ولا يتوازن ابدا مع حجم الجرائم التي تبعناها. هو هي هنا التوصيف السياسي لهذه المحكمة، لانك انت اشكاليتك مع هذه المحكمة كمان انه واضح بانه بجانب انها لا اختصاص، وبجانب ان هناك الزام من الدول التي وقعت عليها بانها تستجيب الى طلبات هذه المحكمة، لكن انت ما عندكش اجبار،
والدليل على ده ايه؟ انه مثلا في محاكمه مثلا عمر البشير وكان مطلوب القبض عليه وصادر بشان مذكره توقيف في دول داخل القاره الافريقيه قالت حتى لو جه عندنا الدوله مش هنقبض عليه. ومؤخرا هناك قضيه المقبره الجماعيه كثيره ومش هنقدمه لاي محاكمه، فاذا انت ما عندكش لا عندك وسيله شرطيه تستطيع ان تقبض بها على الاشخاص ولا عندك شكل من اشكال المطارده، الامل الوحيد بالنسبه لك مدى استجابه القوى الدوليه او الدول على مستوى العالم بمذكرات التوقيف الصادره بحق الاشخاص بتسليم المتهمين. ايوه القبض عليهم وتسليم هؤلاء المتهمين وترحيلهم الى المحكمه لكن طبعا تسليم المتهمين تعلم حضرتك يخضع لحسابات وتوازنات وهكذا. طبيعي صحيح، وعشان كده مثلا مذكره بوتين فيها شكل من اشكال التندر، من الذي سوف يتم، من الذي سوف يقوم بالقبض على الرئيس الروسي وهو رئيس دوله عصبة تمتلك من الاسلحه النوويه الكثير، وحتى كانت هناك تلميحات في وقت من الاوقات خارجه من قبل الاداره الروسيه ومن قبل الحكومه الروسيه انه لو تعرض لمثل هذه الاعمال سوف تكون هناك يعني حرب اقرب الى حرب نوويه، فاذا انت بتتكلم مذكره توقيف صادره بحق شخص قد تكون تتوافر بشانه من الادله والقرائن ما يستوجب معاقبته او محاكمته وقد يبرأ على فكره، وده امر حصل بالنسبه للساحه الافريقيه بالنسبه للرئيس الكيني صدر بشان مذكره توقيف ووجهت اليه هذه الاتهامات في 2011 وفي 2014 اسقطت عنه هذه الاتهامات لان لم تتوافر ادله او قرائن بشانه. ولا علينا نترقب ما سيحدث في المستقبل بالنسبه لهذه المحكمه وللمتهمين. شوف احنا نتمنى لهذه المحكمه ان تكون منصفه منصفه للشعوب الضعيفه ومنصفه للدول اللي هي رأت من خلال هذه المحكمه ملاذ يستطيع ان يقدم الاشخاص اللي ارتكبوا بحق هؤلاء الشعوب جرائم ترتقي الى جرائم الاباده الجماعيه وغيره، وعشان كده كان التركيز ولو انت نظرت هتلاقي دايما التركيز على مناطق الصراعات الموجوده في داخل الدول مش مناطق الصراعات الموجوده ما بين الدول. صراعات ما بين الدول انا متصور انه اكبر من اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه لانها هيبقى لها شان اخر. لكن الصراعات الموجوده داخل هذه قدرتها طبعا. صحيح. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الايضاحات الدكتور مختار غباشي استاذ القانون ونائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجيه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مختار. مشاهدينا نهايه هذه الحلقه من برنامج من القاهره، وحتى نلتقي في حلقات اخرى قادمه لمتابعه المزيد من الاخبار والموضوعات والاحداث، الى اللقاء.